يبقى عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال لا تستطيعون. يا رسول الله ما ثواب المجاهد وما ثواب الجهاد؟ قال لا تستطيعون. فلما كرروا السؤال عدة مرات أجابهم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يقطر. يبقى الصائم في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم المصلي القانت بآيات الله لا يفطر حتى يعود المجاهد. يبقى عاوزين حاجة تعدل الجهاد، تساوي الجهاد. إيه اللي يساوي الجهاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم المجاهد ده زي إيه؟ زي الإنسان اللي بيصوم النهار كله ويقيم الليل كله ويتلو آيات الله طيلة اليوم والليلة حتى يعود المجاهد إلى أرضه. إزاي؟ يعني أنا عاوز أخذ ثواب المجاهد أعمل إيه؟ أصوم الأيام كلها، السنين كلها، المجاهد قعد سنة على أرض الجهاد، أصوم السنة دي وأقيم الليل كله والقرآن يبقى في حنك ليل ونهار على طول. ما قال لهم لا تستطيعون. عاوزين تاخدوا ثواب المجاهد مش هتقدروا. ليه؟ لأن ثواب، لأن عمله عظيم مش هتقدروا تعملوه. طب ده ثواب المجاهد أو اللي عاوز يبقى ياخد ثواب زي المجاهد، إن الليل والنهار يبقى مع ربنا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من هذه الأيام، يعني العشر. ما من أيام المولى جل وعلا يحب العمل فيها أفضل من هذه الأيام العشر. قالوا أو قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. شوفوا الكلام ده والكلام اللي قلناه في الأول. أحب الأعمال إلى الله وأعظمها عند الله في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحليل والتحميد. يبقى ما من أيام أحب العمل فيها إلى الله، يبقى أحب الأعمال تعملها لربنا في العشر أيام دول. هتقول طب ما أنا عندي شهر رمضان، الأيام دول أفضل. هتقول أنا عندي عشر ليالي في رمضان، الأيام دي أفضل. هتقول أنا عندي، هتجيب لي أي أمثلة، هقول لك أفضل أيام وأحب أيام تعمل فيها عمل لربنا العشر أيام الأولين من ذي الحجة. مش محتاجة الكلام. وربنا أقسم بالأيام دي وقال: والفجر وليال عشر وإذا ذكرت الليالي خصت بالأيام، يعني معناها الأيام. ربنا أقسم بالأيام دي. ده مش كده وبس: ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يبقى العشر أيام اللي ربنا اداهم لسيدنا موسى زيادة، ربنا وعد سيدنا موسى قال له تعالى على جبل الطور في سيناء في مصر حيث أكلمك، هكلمك بس تيجي على جبل الطور علشان خاطر أقول لك تعليمات هتقولها لبني إسرائيل بعد ما ربنا نجاهم من فرعون. سيدنا موسى قال لقومه إن أنا هروح على جبل الطور هأناجي ربي وأكلم ربي 30 ليلة. قعد 30 ليلة اللي هو شهر ذي القعدة كله مع ربنا، لم يذق طعاما ولا شرابا بحكمة من عند ربنا. وعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة هتيجي. جيت دي خلصت 30 ليلة، فحس من عشان خاطر الصيام اللي كان صايمه ان ريحة الفم بتاعته لا طريق ان هو يكلم ربنا بريحة فمه، فأكل بعض الشيء او شرب بعض الشيء، فحزنت الملائكة وقالت: والله كنا نشم من رائحة فيك رائحة المسك، فلما أكلت تغيرت الرائحة. انت أكلت ليه ولا شربت ليه؟ ده كان طالع من بوقك وانت بتكلم ربنا ريحة مسك.
ايه اللي خلاك عملت كده كلت وشربت ليه تاني؟ فعاتبه رب العزة جل وعلا قال يا ربي خشيت أن تؤذي رائحة فمي جلالك وعظمتك أو تؤذي الملائكة. قال أما تعلم أن رائحة أفواه الصائمين أطيب عندي من ريح المسك؟ سأزيدك بذلك 10 يا موسى. وربنا اداله 10 أيام التانيين بتوع ذي الحجة. يبقى وعدنا 30 يوم اللي هو شهر ذي القعدة، أتممناها ب10 أيام اللي هم دول اللي احنا فيهم دول. يبقى حتى ربنا أكرم فيهم سيدنا موسى وزاده في الكلام مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذه الأيام ورب العزة أقسم بيها. الأيام دي ذكرت في كتاب الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. شوف ربنا سبحانه وتعالى الأيام العظيمة دي اللي احنا فيها دي ليها مكان عظيم عند ربنا أفضل من شهر رمضان. تخيل بقى الموضوع ده، شهر رمضان أصله فرض عليك هتصوم هتصوم، إنما الأيام دي والعمل في رمضان، العمل في الأيام دي أفضل كمان من العمل في رمضان. طب واحد يقول لي يا عم دي ليلة رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر دي هي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للقائم. بتقول ايه؟ للمين؟ للقائم، ما بيغفرش لكل الناس. ربنا بيغفر للي بيقيم ليلة القدر بس، انما الباقيين اللي ما بيقومهاش ربنا ما بيغفر لهمش. انما في الايام العشرة دي فيها يوم عرفة ربنا بيغفر لكل الناس. يبقى شوفوا الفرق بين هنا وبين هنا، ليلة القدر في العشرة الأواخر أيوه، بس ربنا ما بيغفرش لكل الناس. العشرة أيام دي فيها يوم عرفة ربنا بيغفر فيها لكل الناس. يبقى هنا الفرق بين الليالي وبين الأيام. طبعا الأيام دي أفضل من الأيام بتاعت رمضان. لو قرنا الليالي يأخذ رمضان الأفضلية بليلة القدر فقط، إنما في الأيام اللي هو النهار ده أفضل 10 أيام عند ربنا. العمل فيهم ربنا بيحب العمل في الأيام دي أفضل من الأعمال اللي هتلاقي نفس العمل في الأيام التانية. يعني لو صمت النهاردة أو صمت يوم أو صمت عرفة أو صمت أي أيام أفضل من أي أيام في السنة. هتقول لي رمضان، هقول لك أفضل من رمضان. تخيل دي، ما احنا اتفقنا إن رمضان فرض هتصوم رغم أنفك، هتصوم هتصوم، انما اللي انت بتصومه في الايام دي بتصومه محبة لربنا، بتصومه طاعة لربنا، بتصومه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصومه لان ربنا كرم الايام دي، بتصومه لان انت بتحب ربنا. يبقى العشرة ايام دي ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله في هذه الايام العشر، ولا الجهاد. الجهاد اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول وقلنا ده عشان ابقى انا اخد ثواب المجاهد، اصوم النهار كله واقوم الليل كله والقران على افحالك ليل ونهار. قال لهم ولا حتى اللي بيجاهد في سبيل الله هياخد ثواب افضل من اللي هيعمل في الايام العشر دول. سبحان الله، بقى الجهاد ده كله ذروه سنام الاسلام. اللي بيعمل اي عمل في الايام دي افضل منه، ايوه افضل منه. سبحان الله، ما احنا بنقول ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ودي من النفحات بتاعت ربنا. العشر أيام دول، العشر أيام دول من نفحات ربنا علينا، عاوزين نعمل كل خير في العشر أيام دي. أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، ذكر الله. ما من شيء يفعله العبد أحب إلى الله أو أكثر ما ينجي العبد من النار من ذكر الله. يبقى أكثر حاجة بتنجيك من عذاب النار وبترضى عليك ربنا إنك بتذكر ربنا، ذكر الله. ما فيش أكثر من كده. ربنا ما طلبش منك غير إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الله في الأيام دي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن ذكرت ربنا مع نفسك ربنا هيذكرك مع نفسه، بينك وبين نفسك، يبقى بين ربنا وبينك. ذكرت ربنا بينك وبين الناس ربنا هيذكرك مع الملائكة.
تخيل بقى لما ربنا يذكر اسمك مع الملائكة، وتخيل بقى لما انت بتدعي ربنا في السر ربنا بيستجيب لك برضه في السر. يبقى ذكر الله في الايام دي، ايديك السبحة ما تسيبهاش، قاعد نايم في ايدك السبحة بتاعتك تذكر ربنا، لا اله الا الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله اكبر 100 مرة، لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، استغفر الله العظيم 100 مرة، اللهم صل على الحبيب النبي 1000 مرة، صلي اعمل اللي انت عاوزه، اذكر خلي لسانك رطب بذكر الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عاوزين نذكر ربنا باستمرار، خلي لساننا رطب بذكر ربنا، وكفاية بقى الشتيمة وطولة اللسان والكلام اللي ما بيوديش ده. ده انا بقول لكم افضل ايام عند ربنا قراية القرآن اللي بتقراها في العشرة ايام دي افضل من قراية القرآن في اي ايام تاني. 365 يوم عندك 10 ايام فيهم العمل مضاعف اضعاف لا حصر لها. ربنا اعلم بالثواب، ما نعرفش ثوابها قد ايه عند ربنا.